ماذا يحدث في المغرب بالضبط؟ في سابقة تاريخية، ملك المغرب محمد السادس يعزل قائد أركان الجيش فاروق بلخير الذي لم يمض على توليه لمنصبه أكثر من 19 شهراً، مع ما أثبته من ولاء تام للقصر المخزني، خاصة بعد زيارته للكيان الصهيوني عقب تطبيع المخزن. محمد السادس عين الفريق محمد بريض خلفا له، الفريق بلخير المعزول، رغم أنه ظهر خلال استقباله من قبل العاهل المغربي على كرسي متحرك، حيث سعى المخزن لأن يفسر عزله بوضعه الصحي بعد أن تعثر أثناء استحمامه بحمام بيته، إلا أن هناك مؤشرات على أن الأمر يتعلق بمحاولة انقلاب. الصفحة غير الرسمية للجيش المغربي على فيسبوك تحدثت عن تعيينات أخرى ستعرفها قيادات الجيش لاحقاً. الوضع الصحي المتدهور الذي ظهر به محمد السادس أثناء تأديته لصلاة عيد الفطر يوم السبت الماضي مؤشر آخر على احتدام صراع بين أجنحة نظام المخزن. شقيق الملك وزوجته السابقة الأميرة للا سلمى وعزل الفريق بالخير أحد تداعيات هذا الصراع الذي يدار جزء مهم من مشاهده انطلاقا من الكيان الصهيوني. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.